السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة خيزر سكول. نصلحوا الاكزرسيس الاول في الشابتر نتاعنا انتراكسيون الكتريك، دونك الشابتر الكور نتاعنا كملناه باش نبداو في ليزيكزرسيس. باهي نقراو بعد ليزيكزرسيس. اون شارج الكتريك بونكتيال كو اي بلاسي ان ان بوان او. واضح؟ ناخذو شارج بونكتيال كو نحطو فك النقطة او. باهي شنو السؤال؟ ديتيرميني لا فالور الجبريك دي سيت شارج ساشون كيل كري ان ان بوان ام سيتي ا ديستانس ار. هذه بار اكزومبل ام ار ايتيغال او ام ايتيغال 20 سنتيمتر. ان شون الكتريك دون لو فيكتور او اي اورينتي فير او اي ا بور نورم او ايتيغال 5 فوا 10 اكسبوزون 4 فولت متر موانز 1. واضح؟ شنو قلنا؟ قلنا راهو شون إلكتريك أوريونت فير أو، يعني هاك هذا الشون إلكتريك. باه دونك شون إلكتريك في الحالة دي واش نسموه؟ نسموه سونتريبيت. واضح؟ و الديستونس إر كي تيقال أو إر إتيقال 20 سنتيمتر. هاذوما دي دوني. باه 20 سنتيمتر كنحولها للمتر، شتولي 20 في 10 هو ناقص 2 متر. يعيش الولاد البنات ديما نحاولوا الوحدة العالمية المتر، تخدم بالسنتيمتر تلقى الريزلتا نتاعك غالطة في الاخر. واضح؟ باهي نبداو بالكيستيون الاول. قالنا ديتيرميني لا فالور الجبريك دو لا شارج كي. قالنا الشون ديريجي دي ام فير او، دونك لو شون ايديت سونتريبيت. لو شون ايديكتي قرينا عليه المرة اللي فاتت في السبت سونتريبيت. اش معنى سونتريبيت؟ معناتها لا شارج كي اي انفيريور زيرو. واضح؟ باه دونك اش عندنا؟ نعرف الاكسبريسيون دو شون الكتريك النورم تاعو كي ايتيغال كا فوا الفالور ابسولي دو كي سور ار او كاري. كي نعمل النورم تاع الفيكتور نعمل فالور ابسولي دو لا شارج. واضح؟ باهي انا حاسب كي، حاب نذكرك اللي يبدا عندنا ا سير بي تيقال سي سير دي. ريت البي هذه النجم نطلعها بهذا السي، والسي نجم نهبطها بهذا البي، الدي نجم نطلعها بهذا الا، والا نجم نهبطها بهذا الدي. قمروها كي هاك. واضح؟ دونك لهنا واش عندنا؟ عندنا ا فوا دي تساوي بي فوا سي. واضح؟ باه نجم نهبط السي برك، دونك ا سير بي والنجم هاب كين سي تساوي ان سور دي. واضح؟ نجم نطلع دي ونخلي كين سي، ا فوا دي سور بي ايتيغال سي، والسي هذي عبارة سي سور ان. واضح؟ وسي سور ان هي نفسها سي. حاجات هذي تعرفوهم من ايامات الكوليج. اذا الفالور ابسولي دو لا شارج كي كومبيان تيقال؟ تيقال النورم دو او فوا ا تطلع الفوق دول، هذه عبارة على واحد، او على واحد هي نفسها او فوا ا او كاري سور قلنا الكا تهب ثلاثة كا. واضح؟ دونك لي فالور هذوما الكل نعرفوه. باهي دي قال لك وا الاو عطي هنا اللي هي 5 في 10 قوة 4 فولت موانز 5 فوا 10 اكسبوزون 4. دونك الار هي قلنا راهي 20، 20 هذي باش نحولوها للمتر نضرب في 10 قوة ناقص 2 بك تنسو كل او كاري. واضح؟ باهي الكا هي 9 كونستون تاع 20 فوا 10 اكسبوزون 9. اش تساوي هي؟ عندك 5. شوف عبارة انا شاد حاجة نبدا نجر فيها، باش نبدا نقص 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 باش تبقى لي معناتها كالكول بسيط نحسبو بكالكولاتريس. ما نشدش هذه كلها ندخلها في الكالكوليتريس راك تغلط. واضح؟ شدوا نجدروها بشوي بشوي نقصوا فيها الماكسيموم بعد نحسبوها في الكالكوليتريس. باهي فوا 20 قوة 2 في 10 قوة ناقص 2 قوة 2 تولي 10 قوة ناقص 4 سير 9 في 10 قوة 9. واضح؟ باهي اش نعرفوا نحن؟ نعرفوا نحن ا اكسبوزون ام فوا ا اكسبوزون ان
لا موازنة دي خلطها في ميلاني سكوندير تساوي A إكسبوزون M بلس A، واضح؟ مثلا عندنا A إكسبوزون M في A إكسبوزون موانز M موانز M، وش تساوي هذي؟ تساوي A M موانز M تساوي A إكسبوزون 0، يعني أي حاجة قوت صفر تساوي واحد، واضح؟ باهي نكملو الحساب نتاعنا، دونك إيش تساوي هذيك؟ تساوي خمسة. 10 قوة 4 في 10 قوة ناقص 4 تساوي 10 قوة 0، واضح؟ طبقت هذه 10 قوة 4 إلا 4 تساوي 10 قوة 0 تساوي 1، دونك شو قد؟ قد 5 في 20 قوة 2، 20 قوة 2 هي 400 سور 9 و 10 إكسبوزون 9، واضح؟ نحسبوها هذه بالكالكيلاتريس، شوفوها شنو تعطينا به. هذه شنو تساوي؟ لقيتها 0.22 في 10 قوة ناقص 6 كولون، واضح؟ 10 قوة ناقص 6 كولون تساوي 1 كولون، دونك تولي 0.22 ميكرو كولون. اي بار سويت لقينا الريزلتا نتاعنا اللي الفالير ابسولي دو لا شارج كي يقال 0.22 ميكرو كولون. قلنا الشون اي سنتريبيد اي كي انفيريور لزيرو، واضح؟ كي نحي الفالور ابسولي نزيد سين موان، دونك مادام كي انفيريور لزيرو دونك لا شارج كي كي نحي الفالور ابسولي تساوي ناقص موان 0.22 ميكرو كولون. هاك نجم نجاوب على السؤال الاول. تعدوا للسؤال الثاني، اون رومبلاس او بوان او لا شارج بونكتيال كي بار ان اوتر شارج بونكتيال كي بريم ايكال 2 ميكرو كولون. A déterminer les caractéristiques des vecteurs champ électrique E' au point M défini par OM égale 20 cm. Voilà. Maintenant, la charge est la charge est Q' positif. Donc, je vois les champs. Je vois les centrifuges. Mais qui est négatif, je vois les positifs. Voilà. Donc, petit 2, 2A. La charge est Q' est égal à 2 micro. Colon supérieur à 0. Donc, champ E est centrifuge. Je m'en ai. Maintenant, champ E dirigé, sens de O vers M. Maintenant, il tape à sens de OM, porté par OM. Voilà. Bien. Donc, je vais vous dire que c'est une caractéristique de champ électrique. Donc, tu écris les caractéristiques de champ électrique. دو شون E حط هنا مثلا E تحل أكولات به سونس شنو السونس متاع سونس E دونك ديريجي دو أوفر M إي سولون لو فيكتور أو M، واضح؟ نحن خذينا شارج كو بريم لهنا وخذينا بوان M، هنا عندنا أو، واضح؟ الشون الكتريك قلنا راه سنتريفيج، هذا الشون الكتريك، وهذا باش يمشي في نفس السونس نتاع الـ O M، واضح؟ الديريكسيون نتاعو إلى دروات O M، ديما نجاوبو كي هاكا، الديريكسيون إي سيل دو دروات O M، واضح؟ باهي، إيش مازال تو تو باش نحسبو الفالور دو E، الفالور دو E ديما منعرفوش لازم نلوجو عليها. نلقاو بالفولت متر موان زد، باهي، إيه كوات إيكال، إيكال كا فوا لا شارج كي بريم، هذي أو بريم، باش نسميها أو بريم، سور إر أو كاري، واضح؟ هذا فالور أبسولي، ولو إنه هي بوزيتيف، باهي. دونك او بريم كوات ايكال النورم تاعها ايكال عندك الكا نعرفوها كونستانت فوا عندك دو ميكرو كولون هي دو فوا ديس اكسبوزون موان سيس كولون حولو للكولون يعيش سير ار او كاري ار قلنا راه 20 سنتيمتر نحولوها للمتر نضرب فوا ديس موان دو كل او كاري، واضح؟ باه عندك
10 قوة 9 في 10 قوة ناقص 6 تعطيك 10 قوة 9 إلا 6 تعطيك 10 قوة 3، واضح؟ يساوي 9 فوا 2 فوا 10 قوة 3 سور، عندك 20 قوة 2 هي 400، و10 قوة ناقص 2 قوة 2 هي 10 قوة ناقص 4، واضح؟ اش تساوي؟ رمارك عندنا ان سير دي سيكسبوزون مثلا 3 كي تطلع الفوق باش تولي 10 قوة ناقص 3، مثلا عندنا 1 على 10 قوة ناقص 4 كي تطلع الفوق باش يساوي 10 قوة 4، واضح؟ مثلا 10 قوة 5 يساوي كي نهبطها لوطا باش تولي، هبطها لوطا تولي 1 على 10 قوة ناقص 5، ديما تقلب لي سيني كو سوسوا باش تهبط ولا باش تطلع، واضح؟ نجمو نعملو لي سامبليفيكاسيون تاعنا، دونك اش تساوي؟ 9 في 2 هي 18، خلو كال 400، عندك 10 قوة 3 في 10 قوة ناقص 4 كي تطلع الفوق تولي 10 قوة 4، 10 و 10 عندك 3 مع 4 تساوي 7، تساوي 18 ل 400 في 10 قوة 7. باهي نحسبوها بالكالكول شنو تعطينا، باش تعطينا 4.5 في 10 قوة 5 فولت متر موانزان، واضح؟ دونك هكا كملنا الكاركتيرستيك تاع الشو الكتريك، طلعنا السونس، اش معناها كاركتيرستيك؟ معناها تطلع السونس وتطلع الديريكسيون وتطلع الفالور دو شو الكتريك، يعني باش تعمل له النورم كما حسبنا نحنا تو، واضح؟ طلعنا الفالور السونس حكينا عليه هنا سولو او ام و ديريكسيون سولو او ام، دونك الشو الكتريك لهنا اش نكتبو؟ هاو نجي تعوض البوان دانتيغراسيون هاذيا 4.5 في 10 قوة 5 فولت متر موانزان، كلير؟ تعالو كيستيون لخراني، قالنا ديتيرميني لونسومبل دي بوان دي لاسباس و لو شو الكتريك كريي بار لا شارج كي بريم يفو 5 فوا 10 اكسبوزون 4 فولت متر موانزان، اش معناه؟ اش معناه السؤال هذا؟ راهو قالنا في أي نقطة في لاسباس ديما الشو الكتريك كريي بار لا شارج كي بريم في أي نقطة راهو كونستون، يعني E إي كونستون، به عندنا بي تي بي، أش قالنا في بي تي بي؟ قالنا راهو الشو الكتريك E بريم باش نسمي E بريم إتيكال اللي هو ك فوا لا شارج كي بريم سير ار او كاري ايتيغال كونستانت، كونستانت ارتفاع كي هاك، الكونستانت تاعنا قداش هي؟ 5 عدد ثابت 10 قوة 4 فولت متر موانزان في اي نقطة من الاسباس راهو الشون الكتريك ديما نفسه، واضح اش معناه؟ معناتها عندنا نقطة او فيها شارج باش نسموه كي بريم، واضح؟ كي بريم هذيك قال لك يتقال لو دو ميكرو كورون، باهي باش ناخذ بوان لهنا باغ اكزومبل ان باش نلقى الشون الكتريك، قلنا هاك باش ناخذ بوان مثلا ان باش نلقى الشون الكتريك هاك، واضح؟ اش قالنا هو؟ ديتيرميني لونسومبل دي بوان دي لاسباس و لو شون الكتريك اي كونستانت يفو 5 فوا 10 اكسبوزون 4، يعني باش ناخذو عندنا الكا كونستانت و الكي كونستانت، شنو واخر لازم ناخذو كونستانت؟ لازم ناخذو الار كونستانت، دونك ديستونس بين ام و الار ايتيغال ا، بين ان و الار ايتيغال ار، باش ناخذو هنا باغ اكزومبل اوتر بوان، مثلا هاش ايتيغال ار، ناخذو بوان اخر، مثلا دي بين دي و او ار، دونك اش تمثل هذي؟ لونسومبل دو بوان، شنو مجموعة النقاط كي ناخذو الرايون ار كونستانت؟ شنو مجموعة النقاط اللي حقق باش يحقق لنا سيرفاس نتاع سفير؟ لو نحنا كي نعملو انفينيتي دو بوان ونصورو فيه من الشون الكتريك في اي بلاصة معناتها في الاسباس دو تال سورت كو لو شون الكتريك اي كونستون، دونك في الاخر باش نلقو تصويرة نتاع سيرفاس نتاع سفير، واضح؟ دونك في الحالة هذه شنو نقولو؟ نقولو لونسومبل دو بوان اي سون تو لي بوان كي سيتروف ا ان ديستونس بي تي ار دو لا بوان او البلاصة فيها شارج، ce sont donc des points constituant la surface d'une sphère.
وشنو السرفاس هذه؟ عندها سنتر او اي دو رايون ايتيغال بي تي تي. واضح؟ نحسب الرايون تاع السفير تاعنا. عندنا الشون الكتريك ايتيغال كا فوا كي بريم سير ار او كاري. واضح؟ ار او كاري كومبي ايتيغال ايتيغال كا فوا كي بريم تطلع ار او كاري وتعمل الاو كما علمت قبل بالضبط سير لا نون دو او. دونك بيتي تي نعمل الراسين دو باري دوتر راسين دو ار او كاري هي ار كا فوا كي بريم سير. واضح؟ هذه او بريم خاطر خدمة فيها ولا او بريم. او بريم قداش هي؟ 5 في 10 قوة 4. إيه نعاودو. دونك بيتي تي كوا تيغال تيغال لا راسين دو عندك 9 في 10 قوة 9 في عندك الشارج كي هي 2 ميكرو كولون يعني 2 في 10 قوة ناقص 6 ناقص 6 مش قوة 6 على 5 اللي هي الفالور تاع الشون في 10 قوة 4. فوالا نحسبها في كالكريس نلقوها 0.6 متر. واضح؟ دونك هكا نكونو كملنا ليكزارسيس تاع اليوم. تحبني نعمل لك ليكزارسيس اخر نطلب منكم طلب، حب نلقى 100 كومونتير 100 جي نعمل لك ليكزارسيس اخر تعرفو كيف. اللي ما يفهمش حاجه ينجم يسني اي سؤال في الكومونتير نجاوب بصدر رحب. واضح؟ ما تنساش تعمل ابوني ضروري باش تولي فيديو يهبط لك في وقته. ما تنساش تعمل جيم والسلام.